السلام عليكم مشاهدينا، مرحبا بكم في قناة رودينا زين. كنتمنى تكونوا جميعا بخير وعلى خير وصحة جيدة ان شاء الله. اليوم ان شاء الله في هذا الفيديو غادي نحضر معكم ورقة البسطيلة. كنتمنى هذا الفيديو ينال اعجابكم، ومنها غادي تشوفوا هذه الوصفة هذه اللي درتها. بقوا معايا. إمازيغر السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة رودينا زين. نتمنى خاطري مارة مليح يجني الصحة الصبحات ان شاء الله. نهار هذه فيديو هي غادي ورقة البسطيلة كيسنك الوصفه يا دوم تشنغجن فيديو فسوس ازا سنعما توريق النيم بسطيلة قيم ثاكي ذي تبعم كذي فيديو حتى لنكا. بسم الله على بركة الله، غادي نبداو في طريقة التحضير ومنها نقول لكم على المكونات. هنا خديت هاد الخلاط الكهربائي ودرت فيها واحد زلافة ديال الدقيق، يعني تكيغ افنجر وان، كنضيف عليها قبيصة ديال الملحة، والقبيصه ديال الملحه كنهزوها بثلاثه ديال الصبيعات هكا كما كتشوفوا في الفيديو. نتقير شويه من تحت من كسيسره تايد وضنواها، وكنضيف معلقه كبيره من الزيت النباتيه. خاصنا يعني يجن تغنجشت طمقرات الزشت، وغنضيف عليهم جوج كيسان ديال الماء. الماء عادي يعني تا خاصنك اثنين كيسان امان عادي كي تسبات شوها وتسحمشها. صافي غنبدا نخلط، غنخلط شوية. من بعد غادي نضيف واحد الكاس عاوتاني ديال الماء، ما عامرش حيت جاتني شويه ثقيله العجينه، جاتني ثقيله يعني تا غادي غير جن كاس ومان ويعماشا مش تورم. هذا هو الكاس اللي ضفت يعني ما عامرش باش نحصل على ديك العجينه تكون شويه جاريه. صافي ما غاديش نضيف ليها الماء، غندوزو نطيبو هاد الورقه ديال البسطيله. نوريكم الطريقه كيفاش غنطيبها، زيدو معايا. وهنا كما كتشوفوا درت واحد الطنجره درت فيها شويه ديال الماء سخن حتى يبدا يغلي ليا الماء مزيان. غنحط فوق منه هاد المقله، المقله خص تكون شويه خفيفه باش تورم هاد الكيغ ماميتا كيغ لي سمان دومون الزر حماس ثلاثه. ماشي خاصك المقرا، خاص نسون الورقه ديال البسطيله نحطو فيها واحد الكميه هكا ديال العجينه، ما نحطوش بزاف غير شويه، ونبقاو نحركو فيها بهذا الشكل هذا. نبقى نميلوها بجميع الاتجاهات حتى كتوصل لينا يعني تدوز على المقله كامل بهذا الشكل. المهم تيكي الله يسفلك من واش تيدير المقرا لي، نحاول نسول على يسير المقرا يا مو. كنحاول نوريكم يعني الطريقة كما هي، غندوزها كاملة ولا كان فيها شي زيادة غادي نحيدو بهاد الشكل هذا. هانتوما عندي شوية ديال الزيادة غادي نحيدو، نحيد الزيادة صافي. ونحطها طيب هانتوما كتشوفوا الورقه ديال البسطيله كيفاش كتجي، كتجي رائعة كاملة مكمولة. الورقة اللي غادي نحيدها من المقلة كنوجد واحد الفوطة هكا ولا واحد المنديل كنفرشو وكنحط فوق منه، وهنا كنحط عليها واحد القطرة ديال الزيت وكندوز عليها كاملة. يعني تديك خاص شوية نزجت سعدو خاص مارة السكير خاص مارة باش ولا يتيزا. الدار خت خاص الزيف النية وكنستمرو بهاد الطريقة. انا غادي نعاود معاكم وحدة يعني تعاود هذاك اليوم يجي الورقة النغنيت، شي طريقة البسطيلة النغنيت. المهم نفس الطريقة مش غنقدني دم زواتي نقيه النغنيت مرة ما نكملهاش تاني مرة.
حيدوها انت. وما بدات كتطلع من هنا في الجناب كتقلع غير بوحده، هانتوما شوفوا بدات كتقلع غير بوحدها صافي. دابا راه واجده، غنزيد نحيدها باش ما تحرقش ليا. نحاول نقلع غير بشويه هكا باش ما تقطعش ليا. دابا ندوزو نحضرو الشرموله اللي غادي نعمروها في الوريقه ديال البسطيله. هنا خديت الماء طايب درتو في كاسرونه يطيب، وحطيت فيه هذه القطعه ديال الشعريه الصينيه، يعني تكي غمانوان مليح ساعه غادي يسج مربع من الشعريه الصينيه جي خت تسرق الكماني. العماره ديال الفطائر خو نعم نحن التشميله اللي زار عمه. هنا عندي القطع ديال الدجاج، الصدر ديال الدجاج قطعتهم قطع صغارين، يعني تاخذ مع خويا زيد ازين سوا هيك كيخ وكيخو مره على حسب ذاتي وريقي لي غالي مستيله. كيغدانيتا ايش نضبس شويه المغا لي جن فلفل مزيد. انا درت حبه ديال البصله متوسطه الحجم، وانا عندي حبه ديال الفلفل الحلو حبه واحده عاوتاني قطعتو طريفات صغار، وعندي هنا جوج غزوات ولا جوج حبات ديال الجزر اللي حكيتهم فوق الحكاكه. يعني هنا تحبه خيزو حكيت تمو، وعندي هنا جوج فصوص ديال الثومه هنا نتحبى انت الشاف. صافي غندوزو نحضروا هذا الشيء، غنديروه في المقله يطيب، غنجمعوا عندي نسبق بالدجاج عاد غنجمع معاهم هادو. ويما سي بعض غياز هذيك غير المقله خاص تروح. خديت واحد المقله درتها تسخن، درت فيها زيت الزيتون، غندير فيها زيت الزيتون. بغيتو ديروا الزيت النباتيه ديروها، حتى كي المقله دي حما كي غادي شويه نزشت من الزيتون. نحط فيها القطع ديال الدجاج، صافي نخليه يتقلى مزيان حتى يولي اللون ديالو بيض، عاد غادي نضيف عليه المكونات اللي باقين. فاش الجغياز غادي يقرى شوية حمي الورمار على الشمرات، دابا غادي نضيفو هاد الخضر، خاص نكركو ظهر الفوق. انا غادي نضيف هاد المعلقه ديال الطماطم معلب، غير داك غير نكون جاش طوب قرانت الطماطيش قدو. كنضيف معلقه صغيره من الملح حتى غنجاش طوب مزيان تمتجحت. كنضيف نصف ملعقه من الزنجبيل ازين تغنجاش طوب مزيان نسكنجبيه، قليل من الفلفل الاسود، شويه الابزار، نصف ملعقة من الكركم مكبلاش نسنا ملعقة غير شوية، أزين شوية من الخرقوم ويكملش أزين تنجاش. الفلفل الأحمر ولا الفلفل الحلو كنضيف منو ملعقة صغيرة تا غتجاش طو مزيان كنتحميرة. غادي نضيف القرفة، شوية القرفة، هنا غنضيف القليل من المعدنوس، شوية المعدنوس، غنخلط هادشي، بالنسبة للشعرية الصينية صافي ها هي واجدة، هانتوما كيفاش غتعرفو بلي واجدة، هانتوما دغيا كتقطع معاكم، صافي غنصفيها من هاد الماء، الشعرية الصينية قد وجد، صافي ذوا. صافي غادي نخلط هاد العناصر مع بعضياتها، نخاوض منايا مليح. بغيتكم تسمحوا لي على واحد المقطع لقيتو ما تصورش ليا، التليفون كان واقف فاش كنت كنقطع هاد الشعريه الصينيه. نتوما كتعرفوا كيفاش كنقطعهم، كناخذ واحد المقص وكنبقى نقطعهم هكا طريفات صغورين.
باش يجيونا ساهلين في التعمار. يعني تا تروح هي فيجن فيديو وتصور شيخ تقول شغاري تصور مش التليفون تغاد يبد جنونات مي تغاد تقصي الشعريه الصينيه. مهم تكسي مي جنم قص تقصاص مزيان. انا غنحيد شي شويه حيت بغيت ندير الهريسه بالنسبه للوليدات الصغار ما غياكلوش الهريسه، يعني غنحيد واحد شويه. هنا غنضيف الهريسه، هذيك شويه من الهريسه، شويه وها صافي نخلط مليح. بسم الله بسم الله ونبدا نعمر. نغطي هكا كنخلط واحد شويه واحد المعلقه ولا جوج ديال الدقيق بالماء وكنهز غير شويه كنديرو هنا نسد به القاع ديالو بهذا الشكل هذا صافي. عندك شويه موان تخوص في سوامل نتبلع عثام موس الشكل صافي. غادي نحط في الصينيه ديال الفرن هاهي وجدتها هنا قبل نحط فيها ونستمر بهذه الطريقه. وانا كنعمر ناخذ ورقه واحده اخرى أنا سيجن طريقة المغنية نهزو شوية من الحشوة نعمروها في الوسط كنجي لهذا نديرو في الوسط ونغطي هذا عاوتاني وكنهز هذا بهذا الشكل وفاش كنوصلو هنا كنديرو شويه ديال الدقيق نشدو به هاد البلاصه. دابا غادي ندهنو ولا الفطائر غنحتاج حبه بيض واحده ناخذ الدهن الفطائر سجن منتجت. غادي نضيف هنا الكيتشوب ما عنديش ديال الكرتونه عندي غير هذا غنديرو فيه انا استعملت هنا جوج. نضيف شويه ديال الفلفل الاحمر غنخلط هاد المكونات غير على شوش من التحميره والكاتشوب صافي. غنحط واحد البانسو لي سيغيج البانسو زدت هنا الفطائر صافي. غنستمر بهاد الطريقه حتى نسالي وندخلهم للفران. الفران راني حطيتو يسخن ندخلهم مباشرة يعني غير نسالي ندهنهم وندخلهم للفران صافي. مشينا غدا نيتي غندهن غبار الفطائر غنسي فوق الفران وفران نقي غير يحمى صافي قيفا كده. مشاهدينا وصلنا لنهاية الفيديو، نتوما كتلاحظو كيفاش كتجي الفطائر ديالنا كيجيو لذادين بزاف بزاف ومقرمشين. نتمنى هاد الفيديو ينال إعجابكم، ما تنساونيش بلايك وبتعليق زوين والبارطاج للقناة. نتلاقاو فيديو آخر إن شاء الله، مع السلامة.